عيد الميلاد لولدي ما لقيتوش. هذا المكان اللي باقي كيفكرني هو 22/2019 شهر 4 كانت عدو نهار الجمعه، وانا هذا النهار اليوم غادي شت الحباب اللي غادي يساندوني ويكونوا معايا في هذا النهار. كنت فكر الذكرى ديال ولدي، جيت نلوح له هذا الورد بقادر ولدي، ما عرفتو ميت ما عرفتو حي، حسبي الله ونعم الوكيل. انا جيت عندك عبد القادر ولدي، انا جيت عندك اليوم، انا كنت فكر هاد البلاصه اللي قالوا لي راك غرقتي فيها وتا شي حاجه ما شفتها بعينها بعينيه ولا شافوا شي حد، وبرد لي قلبي وقال لي رانا شفت ولدك كيغرق. ثلاث سنين انا كنت، ثلاث سنين وانا كنمرض في المحاكم، شي كيردني لهادشي وبقى ما بان حتى شي حاجه نهائيا. انا راضيه عليك عبد القادر، انا راضيه عليك وليدي، رضا اللي ما يتسالى ولا يتقادى وليدي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجد الان على جد مقربه من البحر في منطقه الهرهوره بالرباط. مشاهدينا الكرام، واحد الملف تبعوا عدد كبير من المغاربه ديال فاتحه اللي تبحثوا على الابن ديالها، هي القصه ديالها تتشابه او تتقارب اذا صح التعبير مع القصه ديال تامي بناني. فاتحه ولدها ما لقاتوش ثلاث سنين. المعلومات كما تبع الراي العام انه كان بالرفقه الصديقه ديالو في لحظه من اللحظات اختفى، قالت لهم بلا تلاح في البحر، لانه لقى علب فيها مخدرات ورتم البحر من اجل انه ياخذها، ثم تم الاختفاء ديالو. مشاهدينا الكرام، هذا الملف في القمه في الغرابه، الحيثيات القضيه انه في هذا المكان من اصعب الاشياء انه يسبح في هذا المكان. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، مجموعه من الاشكاليات اللي في هذا الملف غادي نشوفوها مع استاذه ليلى. مشاهدينا الكرام، ما يحز في النفس انه حوالي يومين من تاريخ ديال وقوع الواقعه، الام ديالو هز الورد وكتجي حدا البحر وكتدوز عيد الميلاد مع ولدها وما كاينش. شوفوا معايا الامور. مشاهدينا الكرام، انا مجرد انني تلقي اتصال من عند الاستاذه ليلى المني بشكل كبير هذا الموقف. كتجي لهنا كتقلب على ولدها في البحر وهز الورد وكتقول لك انا كندير عيد الميلاد انا وولدي. السلام عليكم. نعيمه لاباس بخير؟ جيتي لهذا المكان باش ديري عيد الميلاد انت وولدك ما لقيتيش، عاودي لي. جيت ندير عيد الميلاد لولدي ما لقيتوش. هذا المكان اللي باقي كيفكرني هو 22/2019 شهر 4 كانت عدو نهار الجمعه، وانا هذا النهار اليوم غادي شت الحباب اللي غادي يساندوني ويكونوا معايا في هذا النهار، استاذه الخيار وليلى عماني هما اللي غادي يكونوا معايا، وانتم الله يجعل ربي يجازيكم وكثر خيركم. بجيت في هذا النهار كنتفكر الذكرى ديال ولدي، جيت نلوح له هذا الورد بقادر ولدي، ما عرفته ميت ما عرفته حي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رزاني في ولدي. انا جيت عندك عبد القادر ولدي، انا جيت عندك اليوم، انا كنت فكر هاد البلاصه اللي قالوا لي راك غرقتي فيها وتا شي حاجه ما شفتها بعينها بعينيه ولا شافوا شي حد، وبرد لي قلبي وقال لي رانا شفت ولدك كيغرق، شي حاجه هاد الكلام قايلها هي ومختارعه هي اللي قايله هاد الكلام. لا يعقل سيدي، لا يعقل. انا ولدي ما عنده لا سوابق، ولدي ما عنده شي حاجه خايبه نهائيا،
ما عمر شي حد جا دق عليا وقال لي ولدك رانا داعيه ولا جابوا شي بوليسي وقف عليا ولا ما عمري عندي وليداتي انا راضيه عليهم. يعني لدابا مازال ما تلقاش؟ ما تلقاش هذه 3 سنين. انا كنت 3 سنين وانا كنمرط في المحاكم. شي كيردني لهادشي وباقي ما بان حتى شي حاجه نهائيا. والو. قالت لك راه صافي. رجع لك يا ربي. هاد السيده سيدي عنده معاها صوابق، ما كنقدرش نجبد ديك الصوابق اللي كان معاها، راه باقي لدابا في المحاكم وباقي لدابا كنقابل انا فيها وباقي كلشي كاين. الاولى اللي كانت محاولة القتل كبيرة في شهر 11 نهار 22 2019 شهر 4 جابت على هاد البلاصة وقالت لك راه غرق هنا. هاد البلاصة راه غرق فيها. علاش طاح؟ طاح على الحشيش. وكتقول في التناقضات في الملف سي يوسف، كتقول في التناقضات كتقول مره كتقول كنت انا وياه في قهوه وجاو عندنا جوج قالوا لنا الحشيش، مره كتقول كنا جالسين غير في محضر اخر قالت كنا جالسين انا وياه في ديك البلاصه وشاف كارطونه تاع الحشيش ترمى عليها. مره في ملف اخر قالت مشيت انا وياه من الحجر للحجر وهو تلاح وانا بقيت. هاد الجوج اللي قالوا لولدي الحشيش واش هما شافوا الفلوس وشافوا داك الحشيش وغيصيفطوا له ولدي يمشي يجيبو. اشرحي لي هذا الحشيش باش الراي العام اللي غادي يفهم القصه اول مره يفهم. بالله هما كانوا جالسين قدام البحر هنا في الغرهوره والجبل كبير وبلاتي وتبعي معايا وقالت لهم بانه شاف شي صندوقه ولا شي حاجه يمكن فيها الحشيش وتلاح عليها باش يجبدها. هي كتقول وقالت قالوا له جوج، فين هما هاد الجوج؟ مالهم حقوا معاه هاد الجوج؟ مالهم مشاو هما هبطوا على الحشيش الكارطونه. هاد الولد كان غيهبط في ديك البلاصه راه غيهبط غيتشتت، ما غيبقى فيه حتى فرتيجه غتبقى فيه نهائيا، غيتشتت لا هبط غيجبد الحشيش. خصو كوب طير اللي غتهزو تدي الحشيش نديرو غيجبد الحشيش وجاب الطوموبيل ديالو. الطوموبيل ديالو غادي يجيبها ويحطها هنا. الطوموبيل ديالو ود سيدي داوها لواحد الجنيب ديال واحد الحيط وخلاوها مدرقه تم. الساعه اللي وقعت الواقعه في العشيه نعاود لك القصه ديال الطوموبيل. جا داراكي قال لي كاين شي واحد من ولادك يمشي يدي يجيب لنا الطوموبيل من حدا الكراه. قلت له ولدي حتى واحد ما يجيب الطوموبيل، يديروا لها البصمات ونعرف الطوموبيل اشنو فيها. حتى تفاجات بالطوموبيل جابوها الجدارمية ودخلوها لابريكاد. قلنا ما كاين مشكل. دابا واحد اللغز السي يوسف، هاد ولدي اللي غادي يجي من تمارا ويجي على الحشيش يطيح عليه هنا هاد الحراسه المراكيه شنو كدير؟ حاجه اشنو كدير هاد الحراسه الملكيه؟ غتشوفوا قبل ما يشوفوا ولدي، غتشوف ولدي الا هبط على الحشيش الدبانه كتشوفها. انا بغيت رايي العام، خوتي المغاربه والمسؤولين الكبار يوقفوا معايا ويحلوا معايا هاد اللغز. حيت هاد السيده قالت انا كنبغيه وغناخذو، ما تخليهش يهبط. غتعيطي على الناس، تعيطي تقولي زيدوها هو غرق. اول واحد تنقدو صحاب لاماريين غينقدوه. ما عيطت ما شافو حتى شي واحد، هي اللي قالت بوحدها. واخا انا غادي نشوف معكم الامور مشاهدينا الكرام، يتنور الراي العام اكثر في الموضوع. غادي نخلي نعطي الميكرو ليلى. ليلى انت عارفه القصه، غادي تعاودي الراي العام لانه كاينين الجداد ما شافوش القصه. انا فيت ملي تناولت معها الفيديو الاول والثاني، غتعاودي من الاول والاشكاليات والتناقضات اللي لقيتي في هذا الملف وكذلك التتبع ديالكم. تفضلوا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتتبعين الكرام، شكرا السيد يوسف. اليوم احنا جينا مع سيده فاتحه الام ديال المختفي عبد القادر بهذا المكان هذا اللي هانتوما كتشوفوا الهرهوره. مكان جميل بزاف ولكن فيه واحد التضاريس صعبه جدا، اللي فيه الغار وفيه المياه وفيه واحد الجدار كبير ديال الحجر اللي ما يمكنش يكون يسقط فيه شي واحد ولا يطيح بلا ما يتجرح او بلا ما تبقى شي اثر في الصخور ولا شي حاجه. فاللي كيوقع اللي وقع في القصه ديال السيده فاتحه هي ان الابن ديالها عبد القادر كانت تعرف على واحد الشابه وكانت عندهم كانت ناويين انهم غتكون واحد الخطوبه، لكن ملي مشاو الاهل ديالها لعندهم يعني الاب ديالها حيت ملتزم، الاب ديالو ملتزم بزاف ويعني تقريب ايمان في الجامعه ياك، رفض ان بحال دابا البنت تكون لابسه في شكل او ماشطه في شكل، فجاتو في شي شكل هذه المساله. نعم
جاتو انه قال له واحد تخمم شويه مع راسك، هو ما عيبوها ما والو، غير قالوا له حنا يعني حنا نوع اخر، حنا بلديين قديمين ما نبغيوش هذا الشيء المودرنيزم وهذه، فتراجع الى بغيتي. فتراجع هو فعلا معها، فاذا به كتقول لي هي ماشي مشكل هذا الشيء الحظ يعني الزواج حظ وهذه، وتقبلت المساله، بينات لي انها تقبلت المساله يعني بصدر رحب، وفي حين انها ما كانتش تقبلاتها، لان من موراها داروا له واحد الفخ ومشاو داروا له بحال هذا الشيء اللي حنا تنعاودوا عليه ديال جرائم تحت طلب وتقديمها كهديه. اختاروا واحد الوقت اللي فيه السيده فاتحه كانت عندها الحنه ديال البنت ديالها، فبالنسبه لهم هما كيفاش نتوما غترفضوني وانتوما كديروا الحنه لبنتكم، فعيطوا عليه، داروا له واحد الكامين عيطوا عليه باش يصوب لي زاباغي ديالهم، يصوب واحد الكاميرات لانه هو تقني. فاذا به يعني كيشرب واحد الكاس ديال القهوه وكيتغمى عليه وكيطلعوه للسطح وكيضربوه واحد الضرب مبرح جدا، وراه عندها تصاور عندها كلشي، وتقدمت تقدم هو نفسه شخصيا تقدم بشكايه، ولاحوه في الزنقه من مورا، لاحوه في الزنقه وخبروهم معنيتها انتم درتيو الحفله لبنتكم فانتم هاكو الكادو هو هذا ولدكم. وهذا الشيء ولا صعيب بزاف في المجتمع المغربي، ولا واحد الحقد واحد الانتقام خطير واحد الدرجه، يعني ما بقاتش الاخلاق ما بين الناس، ما بين الجيران، ما بين الاحباب، ما بين الصحاب، ولا الواحد ما خصوش يثق بزاف، لانه كيف يعقل غتعيط لي وتعطي شي حاجه مخدر، تعطي مخدر وضربوه واحد الضرب خايب بزاف، خلاو فيه واحد الماركه واحد لاطراس اللي بالكي يعني سخنوا شي حاجه وكواوا، اذا كاين واحد الغل ما بيناتهم كبير بزاف. فداز واحد الشهر ولا شهرين من بعد دارت هي بحال اللي تراجعات بانها غتعاود غير تصالح معاه، او لا لان بداو كيتقابلوا في الجلسات، لانه هو دار الشكايه ديالو بعد ما كان مشى الكوما، ومني خرج من الكوما الحمد لله ربي حفظه داروا له لافاج دي ستوما، كان عنده تسمم ومن بعد عنده داك الجروح خطيره جدا، فدار هو الشكايه ديالو وتحولت لدعوه، فهي خاصها تجي هي لهذاك الجلسات. اذا هي ماشي في صالحها انها تجي الجلسات، لانه عندها الايذاء العمدي المفضي الى عاهه مستديمه وضرر كبير، اذا كانت غتعاقب عقاب كبير. فشنو خمت انها غتتلاقى معاه او ربما تصالح معاه او لا. هذه المهم في المحاضر ديال الشرطه انه مشى عليها، يمكن يعني عيطات ليه، مشى عليها المستشفى اللي كانت كتخدم فيه. من موراها قالت تنقلنا احنا لهذه المنطقه هذه اللي جينا دابا فيها اللي هي الهرهوره، واللي هي راه غادي يوريكم السي يوسف مشكور المنطقه كيفاش دايره والبحر كيفاش داير والاحجار يعني الكبيره وثقيله وما يمكنش اي واحد يطيح الا خصو، حيت انا راه بنت الهرهوره وبنت هذه المنطقه، الا طاح الا وعنده كسور دائما في الدماغ وفي الجسد ديالو كامل، لان العلو كاين شي 20 متر. فقالت هي انه جات لهذه المنطقه هذه هي وياه، وما يمكنش تكون جات هي وياه لانه هو ما بقاتش بيناتهم واحد الود، لانهم هما عندهم شجار في المحكمه وعندهم واحد شجار عنيف في المحكمه، اذا هذه المنطقه ماشي صالحه انها تجي تجلس هي وياه مثلا على اساس انهم خطيب وخطيبه، فهذا غيكون كمين على اساس الانتقام. فقالت هي بان كانت جات جاوب السياره في المرأب اللي كاين هناك حتى تشير ليه عفاك في هذيك المنطقه، المرأب بعيد اللي كاين فيه واحد السيارات وكاين فيه واحد المنازل هما الاخرين، موراها وقفوا هما بالسياره، مورها وقفت مورهم سياره واحده اخرى فيها جوج ديال الاشخاص وهي سوداء، وهبطوا هاد الاشخاص وتسالموا معاه وهي كتشوف، تسالموا معاه وقالوا له عفاك راه كاين واحد الحزمه ولا واحد الباليزه ديال الحشيش سير جيبها، وراوها ليه من ديك المنطقه. امبوسيبل، لا يعقل انها تبان شي حاجه من ديك المنطقه وتنتقل عبرها هنايا راه واحد كيلومتر ونص باش عاد توصل هذه المنطقه اللي خطيره بزاف، ويقولوا له سير هبط انت اللي جيب هذيك الحشيش. هو علاش غيجيب الحشيش؟ باش عرفوا بعدا اصل الباليزه فيها الحشيش ولا فيها فلوس ولا فيها شي ادويه خطيره ولا شي ميكروبات جايين للبحر ولا، وهذاك راه هو تو الدور ديال هذا لاماغين، هذا المركز اللي كاين هنايا المسؤول على المراقبه راه هو تو الدور ديالو، راه الا شاف شي حاجه راه خاصو يعلم بها ويمشي يصيفط الناس لي زاجون ديالو اللي مسؤولين باش يحيدوا هذيك اللي سميتو. إذا هذا الفيلم كامل ما كاين فيه لا عبد القادر ولا طاح تماك ولا جوتا ولا توفى ولا شي حاجه، لان ما كاين شي حاجه كدل لا ماديا ولا يعني ملموس انه كان هنا وانه طاح هنا، وما كاينش اثار حتى في الحجر، لان كانوا جاوا واحد الناس صيفط عليهم اللي كانت من بالزودياك جاوا من المحمديه باش يشوفوا الجانب واش فيه شي حاجه.
اولا مثلا غيكون باقي في لي زونفيرون ولا الوقايه المدنيه ما جات، فهذوك الناس راه ما لقاوش شي دم ولا شي حاجه، يعني الاثار كاينه في اولا ملابس الفوقانيه اللي كاينين. فهذا شي قصه وحده اخرى بحال القصه ديال تهامي بناني تتكرر مره اخرى في المجتمع المغربي، وللاسف يعني البحث ما كانش مشدد وما كانش معمق. وحنايا ان شاء الله دابا عاد خدينا الملف وعاد انا والاستاذه خيار غادي ناخذوا الاجراءات ديالنا، درنا شكايه للسيد الوكيل العام باش اننا غنعاودوا نبحثوا، لان كتعرفوا هنايا راه كاين واحد الرادار كبير ديال اللي كيدير جيو لوكاليزاسيون، معناتها اي هاتف نقال الا وكيتم الاشاره ديالو بهذا الرادار هذا، اللي كاين واحد على اليمين وواحد على اليسار ولا باغي القدام، لان كاين الكاميرات وكاين كل شيء. فهاد القصه بليده وجدا وما يمكنش كاع الواحد يصدقها، فحنايا غنمشيو معاهم في المسائل القانونيه وان شاء الله فاتحه تاخذ الحق ديالها. وحنا جينا نساندوها اليوم لان جات على اساس ذكرى، جاوا الجيران ديالها مشكورين، جاوا من الاحباب ديالها اصدقاء ديالها، ومازال ان شاء الله جايين ناس واحد اخرين اللي غادي يعاونوها. وكنتمنوا ان النيابه العامه تمشي معنا في البحث الجاد باش نخرجوا الحلول لهذه القضايا اللي بحال هكا، باش ما يبقاوش يمشيو على غرارها امثله واحد اخرين ونكونوا عندنا ضحايا مفقودين اخرين. شكرا لك. كنقول شي كلام عافاك الله يرحم الوالدين، حتى انا كنقول شي كلام نعبر به. نعم. حيت انا دخلت عند السيد وكيل العام. نعم. وعاودت ليه القصه وعطاني برا وقال لي تديها للولايه، وديتها للولايه واستقبلوني، استقبلوني استقبال حار. نعم. ولحقت قالوا لي راه غيجي راجلك وواحد من ولادك غديروا نديروا لكم لاضيين، راه قالنا السيد وكيل العام غديروا لاضيين جميع الجثات اللي خرجوا من البحر. نعم. من طنجه حتى للقويره، وشوفوا هذه المراه واش ولدها في البحر ولا. نعم. في ما كنمشي كيقولوا لي الحاجه ما كاينش في الاخر، عيطوا لي عطوني رقم الملف، قالوا لي ولدك ما كاينش في البحر دابا 3 سنين. 3 سنين قالوا لي صيفطنا الملف الوكيل العام وعطوني الرقم، بالله ولدي ما كاينش في البحر. نعم. دابا انا كنطالب برأي العام والسلطات، كنطالب محمد السادس ومولاي الحسن ولده. نعم. ورأي العام والحموشي ورئيس النيابه العامه. نعم. انا كنطالب بكم انتم توقفوا معايا وتشوفوا لي هذا الملف فين وصل. نعم. وبغيت نعرف انا هاد الدراك اللي انا بغيت نعرف هاد الحشيش اللي طاح عليه ولدي فين هو. يلا يلا، واش هاد الناس واش ولدي خرج الحشيش وقتلوه غبروه؟ لا ما كانش في المحجوزات. يلا ما كانت حتى شي حاجه في المحجوزات، ما كاين لا رزمه ولا حقيبه ولا حتى حاجه في المحجوزات. السياره بنفسها ما تمش الحز عليها لانك خصها تحجز، لانك تسمح حتى هي مسرح لواحد الجريمه، فكانت غير هما اللي حركوها وداوها للمراب ديال سميتو. هذا الشيء لا يعقل، البحث كان ناقص بزاف. المكان اللي توقفوا فيه كانت فيه الكاميرات، قالت هي مشينا لواحد القهوه قبل ما نجيو لهنايا، هذيك القهوه خاصنا نمشيو نشوفوا الكاميرات ديالها ونبحثوا فعلا واش كانوا هما في ديك القهوه او لا باش نشوفوا السيده فتحة برد من هذا الجانب هذا. قال لي ولدي سيري عندهم تاكدي من الحوايج ديال خويا اللي عطاتهم، واش هو حوايج خويا ولا كل شيء شخص اخر. نعم. مشيت عندهم دخلت على الدارك قلت لهم وريوني الحوايج، خرج لي الدراكي عطاهم لك في هاد في 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 هذا الشهر المبارك. راه كيسمع فيا. نعم. وراني الحوايج خرجهم لي في كارطونه. نعم. وراني السروال والسبرديله. السروال بالصمطه ديالو والسبرديله. نعم. قال لي هذا اللي عطاتنا، قلت له صافي، قال لي هادو اللي عطاتني الحاجه، قلت له واش غتعطيهم لي نديهم؟ قال لي لا غندير لهم البصمات. قلتي كانت فيهم الرمله، قلتي فيهم الرمله، السروال فيه الرمله، هذه المنطقه ما فيهاش الا تشاكيطه الا تيشورطه كولون تحتاني فين هما الملابس ديالو؟ ما كاملينش قسما بالله سيدي. الا قالت لي قاشر دايرهم لهم فردي، قاشر فردي. شكرا اختي، الله يفرج عليك يا ربي. ليلى كنتمنى لك التوفيق في المهام. مشاهدينا الكرام، في المهام الصعبه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا الملف صراحه القمه في الغرابه، ولكن كما اشارت الاخت ليلى المسؤوله عن الشق القانوني في هذا الموضوع انها تحاول في اطار تحليل الملف اين هي مكامن الخلل. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. هذه الام الله اللي عان بها كتجي للبحر وكتقلب على عبد القادر، كتقول هنا فين قالوا لي ما هنا فين قالوا لي ما بقاش هنا فين ما لقيتوش، كتجي لعنده في 22 ابريل جات عنده وجابها ليه الورد، كدير ليه عيد الميلاد رغم انه وهي كتبكي. مشاهدينا الكرام، انا راضي عليك عبد القادر، انا راضي عليك وليدي، رضا اللي ما يتسالى ولا يتقادى وليدي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تألمات ولكن دابا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام،
سوف أبقى متتبع لهذا الملف وسوف أوفيكم دائما بجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.